أنا المقدم محمد فارس، رائد الفضاء العربي السوري، أعلمكم بأننا نمر لأول مرة فوق سماء بلادنا الحبيبة سوريا، وبهذه المناسبة السعيدة أبلغ وأبعث بأحر تحياتي القلبية وأشواقي الحارة إلى السيد الرئيس حافظ الأسد وإلى جماهير أمتنا العربية في كل مكان، باسمي وباسم قائد الرحلة المشتركة يوري رامانينكو وبقية أعضاء طاقم الرحلة، نبعث بأحر تحياتنا القلبية إلى السيد الرئيس حافظ الأسد وإلى جماهير أمتنا العربية. المقدم محمد، أنا الرئيس حافظ الأسد. احترامي سيد الرئيس، إني أسمعكم جيدا وأنا مسرور جدا بهذا اللقاء. وصلتني تحيتك وأشكرك وأشكر قائد الرحلة الرفيق رومانينكو، وأرجو أن تبلغ شكري لكل رفاقك الفضائيين السوفييت. والآن كيف هو وضعك الصحي والمعنوي؟ شكرا سيد الرئيس، صحتي جيدة والحمد لله، ومعنوياتي عالية، وقد زادت إشراقا وقوة بلقائكم سيد الرئيس، وكما سأبلغ تحياتكم لباقية طاقم الرحلة. مقدم محمد، إنني سعيد شخصيا وأثق أن كل المواطنين السوريين والعرب عموما سعداء بالمهمة التي تقوم بها. قل لي الآن، ماذا ترى وأنت على هذا الارتفاع الكبير عن الأرض؟ سيدي الرئيس، إنني مسرورا جدا وسعيدا جدا لأنني أرى بلدي الحبيب، أراه رائعا جميلا كما هو في الحقيقة. إني أرى سواحله الجميلة الرائعة، إنني أرى جباله الخضراء الجميلة وأرى سهوله، أرى جبل الشيخ شامخا وجولاننا الحبيب، إني أرى كل بقعة فيه رائعة جميلة، إنني جدا سعيدا لهذه المشاهدة. احنا شفنا في نوع من رسميات، يعني اولا انت قلت انا اني ارى سوريا بلدي الحبيب رائعة، واني ارى يعني المناطق حلب ودمشق والجولان وجبل الشيخ والسهولة وجبالة. صحيح كنت عم تشوف هلا هو المشاهدة حتى نكون واقعيين، مشاهدة قلبية. يعني انا مريت المرور فوق سوريا هي ثواني، يعني أنا إذا حسبنا نحن سرعة 28 ألف كيلومتر، يعني سوريا شابدة قطعية بثواني. فأنا بشوف خريطة، رائد الفضاء من الفضاء بشاهد خريطة، خريطة آسيا، خريطة أفريقيا، يعني فقط من الفضاء بلاحظ الأرض كوكب رائع جميل جدا جميل. أجمل شيء بالكون هو كوكب الأرض، ولذلك في مقولة لأحد الرواد أنه لونه أزرق. صحيح، لأنه بيغلب عليه اللون الأزرق بالبحار والمحيطات، بس الوطن العربي يعني شفته بغالبيته اللون أصفر، هو صحاري. لأني أجرى محمد فارس 13 تجربة علمية خلال 8 أيام هي مدة مكوثه في المحطة مير، إلا أن الروس ولدى طرح قائمة التجارب عليهم أكدوا أن هذا العدد كبير، إذ لا يمكن القيام بكل هذه التجارب خلال هذه الفترة القصيرة، ولكن التجارب كلها أجريت وقد أطلقت عليها أسماء تاريخية سورية مثل بصرة، قاسيون، تدمر، بردة وغيرها، فكانت تجارب كيميائية وصناعية وطبية وتجارب استشعار عن بعد.